وعلى أرض الواقع يبدو بأن روسيا تعيش موقفا غير مسبوق منذ بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فهذه المرة الأولى التي تضطر فيها القوات الروسية إلى الانسحاب من مساحة بهذه الشسعة، وهو ما يمثل ضربة موجعة لخططها ونواياها في مواصلة السيطرة على أجزاء أخرى من الأراضي الأوكرانية، فإذا بها تجد نفسها الآن مدعوة للحفاظ على مكتسباتها بداية. وكردة فعل على هذه الحملة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أغارت على القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف وكوبيانسك وإزيوم بالصواريخ. ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإن القوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية تواصل توجيه ضربات دقيقة إلى وحدات واحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف. وفي نفس الوقت لم تعترف موسكو بفقدانها السيطرة على البلدات في خاركيف، لكنها أشارت إلى انسحاب قواتها إلى إعادة تجميع استراتيجي للوحدات على حد قولها. في خضم ذلك، يبدو أن الدعم الغربي لأوكرانيا أتى أكله هذه المرة، وكان له الفضل في تحقيق هذه النجاحات الميدانية. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن الاستخبارات الأمريكية ساعدت في إعداد هجوم القوات الأوكرانية في ضواحي مدينة خاركيف. وكتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة وأوكرانيا كثفتا تبادل المعلومات الاستخباراتية بينهما، مضيفة أن واشنطن كانت تزود كييف بمعلومات حول مراكز القيادة ومستودعات الذخيرة وغيرها من النقاط الرئيسية للجيش الروسي.